دي يمكن بعض الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة. وخليني أختمها كمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خلال وجوده النهاردة الحقيقة وأثناء القمة أو عقب القمة، عقد جلسة مع شباب من أفريقيا ومن فرنسا، وقال إنه بيسعى لمحاولة الضغط على بعض الدول الغنية غير الأوروبية، وتحديدا يعني في إطار كلامه تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الوفاء بالالتزامات ودفع حصة كل دولة لتمويل الدول النامية في مجابهة أو لمجابهة تغير المناخ وللتكيف مع هذا التحدي. قد ينظر البعض لتكرار هذه الرسالة بشأن أنه الدول النامية والقارة الأفريقية أو الدول الأفريقية الأكثر تضررا بتناشد دول العالم، الدول الصناعية الكبرى، أن هي تمول المشروعات. قد ينظر ويكون مخطئ من ينظر للأمر وكأنها أفريقيا تنادي على الغرب لتمويل مشروعاتها. إنما يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. الدول الصناعية الكبرى هي المتسببة بنسبة تتعدى 70% من حجم الانبعاثات اللي أدت إلى هذا التحدي الذي نعيشه الآن. من الذي يدفع الثمن بشكل أكبر؟ هي الدول النامية والدول الفقيرة وعدد ليس قليل من الدول الأفريقية. ولذلك ببساطة شديدة وباللغة العامية، اللي كان السبب في المشكلة عليه أنه يكون السبب الرئيسي في مجابهة هذه المشكلة. ولذلك حينما يطلق على كوب 27 ويكون شعارها التنفيذ، فدي واحدة من الأمور التي يجب تنفيذها حتى لا يدفع العالم كله ثمن عدم التحرك بشكل حقيقي.